بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد، حبايبي طلبة الثانوية العامة، نبدأ معاكم النهاردة منهج الفيزياء لسنة ثالثة. طبعا منهج الفيزياء بتاع سنة ثالثة دلوقتي أنت قاعد تقول للراجل ده مفتري ومن المفتريين، لأنه جه يدينا مادة بتاعت كفار ومشركين. ما تخافش، أنا هخليك تحلها وخليك فيها حاجة بالنسبة لك سهلة جدا، لأنك أنت تناولتها قبل كده بصورة مش كويسة، كنت قاعد تحفظ وقعد تطلع وتنزل وتحفظ، انت كانت مشكلتك كلها انك تحل كتير. فانا وانت ان شاء الله لما نخلص المنهج انت لما تيجي تعد اللي انت حليته هتحط في الاخر علامه انفينيتي، يعني عدد لا نهائي من الحل. انا وانت نقعد نحل كتير. الحصه اللي هناخدها شرح هنقعد نحل عليها 3-4 حصص. اول فصل عندك النهارده ان شاء الله فصل اسمه التيار الكهربي. وانت من حظك السيء ان دوت عبارة عن اصعب فصل ممكن تقابله في المنهج وانت بتشتغل، ده اصعب فصل، لكن هو مش اطول فصل بس هو اضعف فصل. اصعب فصل ليه؟ لانك انت هتحتاج تحل عليه كتير لان الافكار اللي عليه كتير. طيب هتقول لي التيار الكهربي، تقول لحضرتك انا اصلا ما اعرفش يعني ايه تيار كهربي من الاساس. اقول لك عندك حق، انت ما خدتش كهربية فيزياء كهربية لا في اولى ولا في تانية، ما خدتهاش. انت عندك حق، فما تخافش. انا هبدأ معاك كأني ببدأ مع عيل في اولى ابتدائي لسه بياخد الحروف، فانا اعرفك حروف التيار الكهربي. اول حاجة يعني ايه تيار كهربي؟ التيار الكهربي ام قايل لك هو عبارة عن سيل من الالكترونات. سيل الالكترونات ده ماله؟ سيل الالكترونات ده لازم يسري عبر الموصلات. تعال انا وانت نقف نشوف التعريف ده ماله. يعني ايه كلمه سيل دي؟ شويه الكترونات، فيض من الالكترونات رايح فين؟ بيسري. يسري يعني يتنقل من طرف لطرف. يعني ايه موصلات؟ اللي انت بالعاميه تروح لعمه بتاع الادوات الكهربيه تقول له انا عايز اسلاك توصيل، هي دي الموصلات يا سيدي. طب تعالى بقى انا وانت نمسك الموصلات دي. هي المواد اصلا من حيث التوصيل الكهربي ممكن تقسمها لي كم نوع؟ هقول لك هقسمها لك 3 انواع. النوع الاولاني، النوع الاولاني اللي انا قلت لك عليه موصلات. النوع الثاني مش موصلات، مش موصلات، اللي هي اسمها العوازل. طب وفي النص ابيض واسود؟ لا في النص في ايه؟ شبه موصلات. ايه هي الموصلات؟ الموصلات هي عبارة عن مواد عندها وفرة من الالكترونات الحرة. طب مين اللي عنده وفرة من الالكترونات الحرة؟ افتكرت، الفلزات. زي النحاس وزي الالومنيوم. افتكر كيمياء الثانية ثانوي يوم المستر كان بيقول لك ان الفلزات تتميز بكبر الحجم الذري وضعف قوة جذب النواة للالكترونات، فالالكترونات كان عندها حرية في الحركة، ما حدش عارف يمسكها، فسماها الكترونات حرة. طب بالنسبة للعوازل، هي عكس الموصلات، مواد لا تحتوي على الكترونات حرة، الرصيد بتاعها من الالكترونات الحرة ايه؟ زيرو، مفيش، ما عندهاش. تعرف تقول لي؟ اقول لك، لا فلزات زي مين؟ زي الكبريت يا سيدي. طيب ماشي، زي ايه كمان؟ زي الخشب وزي البلاستيك. ايه بقى موضوع شبه الموصل؟ شبه الموصل بين الاتنين، لا وصل ولا موصلش. امال هي درجة التوصيل بتتوقف على حاجة واحدة بس، تتوقف على درجة الحرارة، وده انت هتاخدها بالتفصيل في الفصل الثامن. اول ما تلاقي قدامك بلورة السيليكون تعرف ان انت بتفنش الفيزياء، بتخلص الفيزياء خلاص، فده اخر فصل. طيب ماشي، يبقى انا كنت بكلمك على ايه؟ نسيت، كنت بكلمك على شد التيار. ايه تيار كهربي؟ يعني ايه تيار كهربي؟ شويه الكترونات بتجري من طرف لطرف، سلك الالكترونات فيه ماشيه من طرف لطرف تاني. كويس،
علقت لك اول حاجة يعني ايه موصلات. يعني ايه موصلات؟ قال لك الموصلات مواد عندها وفرة من الالكترونات. لو رجعنا للنظام التعليمي القديم يجي يقول لك علل يستخدم النحاس في صناعة سلك التوصيل الكهربي لانه عنده وفرة من الالكترونات. طب ما تقول لي سؤال حديث يجي لي مقالي في النظام الجديد اقول لك، يقول لك اذا كانت لديك عدة مواد من كذا وكذا وكذا ترشح مين انك تشتغل كموصلات مع التعليل، التعليل بتاعك لانها عندها وفرة من الالكترونات. كويس، انا هجيب يا باشا مصدر الالكترونات، هجيب الالكترونات منين؟ يبقى انت عايزني اقول لك ايه هي مصادر التيار الكهربي. ماشي، شوف انا مشيت معاك ازاي، قلت لك يعني ايه الاول موصلات، سالت نفسك سؤال والراجل ده هيجيب الالكترونات منين؟ تعال اقول لك هجيب الالكترونات منين، من حته من الاثنين، من حاجه من الاثنين، لا اما نشتغل على خلايا كهروكيميائية كلمة كبيرة يا أستاذ، ما تخافش يا عم، أنت ما تخافش، بطاريات السيارات، الأعمدة الجافة، ودي بتطلع نوع من التيار اسمه تيار مستمر دي سي. أمال الجهة التانية؟ الجهة التانية مولدات كهربية زي مين؟ زي الدينمو، وده بيحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية. طب التيار اللي طالع تيار ايه؟ تيار متردد اي سي. استنى عشان ما تتوش، التيار الكهربي اللي بتوطى تجيبها منين؟ هجيب حاجة من الاثنين، لما حجر البطارية بتاع الريموت اللي عندكم في البيت وده يطلع تيار مستمر، او المولد الكهربي وده يطلع تيار متردد. طب انا هدرس مين فيه الاثنين؟ كل شغلنا في التر في الفصل الاولاني بالتيار المستمر، هنشتغل بالبطارية، والبطارية اللي انت هتشتغل بيها عاملة كده، ده رمزها في الدوائر الكهربية، ده موجب ودوت سالب. التيار المتردد ده مش هيبدأ يظهر لك الا لما تروح عند الفصل الثالث والفصل الرابع. يبقى انا وانت طول الفصل هنشتغل مصدر تيار كهربي في الدايرة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بطارية بالمنظر قدامك، ده قطب موجب وده عبارة عن قطب سالب. تمام، يبقى انا قلت لك يعني ايه موصلات؟ قلت لك هتجيب التيار الكهربي منين؟ هجيبه من اما من خلايا كهروكيميائيه او من مولدات ايه؟ او من مولدات كهربيه. لسه عاوز تعرف ايه عن التيار الكهربي؟ عاوز يا باشا، انت عاوز تتكلم على ايه؟ عاوز تتكلم على اتجاه التيار الكهربي. ماشي يا عم، تعال نشوف الاتجاه بتاع التيار الكهربي هيبقى ايه؟ في مدرستين. المدرسة الأولانية تقول لك إيه؟ تقول لك التيار بيجي من الموجب للسالب، تروح تقول لهم ليه يعني؟ يوم يقول لك المية بتيجي منين؟ تقول له من العدد الواطي. فهو قال لك من الموجب للسالب يبقى من الجهد الأعلى للجهد الأقل، وده اسمه الاتجاه التقليدي. يبقى الاتجاه التقليدي هيشور عليك بإيه؟ بإنك تمشي التيار من القطب الموجب يروح للقطب السالب. أم تطلع مدرسة تانية، موجب سلبي يا عم انت وهو، مش انت لسه قايل يا جدع انه سلبي من الالكترونات؟ طب ويه يعني؟ قال لك مش الالكترونات دي شحنتها سالب؟ يبقى ما دام سالب يبقى هي بتيجي من السالب تروح للموجب، وده الاتجاه اسمه الاتجاه الاصطلاحي، شكلها خناقة من أولها. انت هتمشي التيار من الموجب للسالب ولا من السالب للموجب؟ لا، احنا طول المنهج هنمشي التيار من القطب الموجب للقطب السالب، ويبقى ده اتجاه التيار. قال لا، طب ما انت كده يا مستر جيت على الناس التانيين بتوع الاتجاه الاصطلاحي. لا ما تخافش، هو كده لما يجي يقول لك هات اتجاه الالكترونات هتقول له من السالب للموجب. يبقى انت الوقت اتجاه التيار من اللي فين طول المنهج وانت ماشي؟ من الموجب الى السالب. طب لو سألك على الالكترونات هتبقى من اللي فين؟ هتبقى من السالب الى الايه؟ من السالب الى الموجب. يبقى انا فصصت لك الموصلات يعني ايه، فصصت لك ايه هي مصادر الالكترونات هتيجي منين، وشرحت لك كمان اتجاه التيار، اتجاه التيار الايه؟ الكهرباء. تعال بقى نشوف حاجة تانية، تعال بقى نكمل بعد ما عرفنا اتجاه التيار، تعال نشوف ايه هي خواص التيار الكهربي.
اربع حاجات. لازم تعرف حاجة اسمها شدة التيار الكهربي، ودي انت هترمز لها بالرمز اي. لازم تعرف حاجة اسمها فرق الجهد الكهربي في. الرقم تلاتة لازم تعرف حاجة اسمها المقاومة الكهربية ار. لازم تعرف حاجة اسمها القدرة الكهربية الباور، ونرمز لها بالرمز بي دبليو. ده الدرس الاولاني، ده الدرس الاولاني في الفصل الاول، انك تعرف يعني ايه شد التيار، يعني ايه فرق جهد كهربي، يعني ايه مقاومة كهربية، يعني ايه قدرة كهربية. انا النهاردة هديلك شدة التيار نختم بيها. يعني انا هديك شدة التيار بس النهاردة كصفة اولانية، وبعد كده اروح اشرح لك فرق الجهد والمقاومة الكهربية والقدرة الكهربية. طيب شدة التيار وهترمز لها بالرمز اي. كمية فيزيائية جديدة لازم تعرف عنها شوية حاجات. لازم تعرف يعني ايه التعريف، يعني ايه شد التيار، يعني ايه كمان، يعني لازم تعرف عنها القانون بتاع اللي انت هتحسب بيه عبارة عن ايه. لازم تعرف كمان وحدة القياس بدام هي كمية فيزيائية جديدة. يلا شوف يعني ايه تعريف، يعني ايه شد التيار. شد التيار هي عبارة عن كمية الكهربية بالكولوم. الكولوم ده وحدة قياس كمية الكهربية، يعني الكولوم اللي قدامك ده، ده وحدة قياس كمية الكهربية. طيب كمية الكهربية هي كمية الكهربية بالكولوم المرة عبر مقطع موصل في الثانية الواحدة. كمية الكهربية بالكولوم المرة عبر مقطع موصل في الثانية الواحدة. تعرف تشد من التعريف ده تطلع قانون، تعرف تعمل قانون. تعال انا وانت نعمل اي تساوي، تعال بقى نلونها لك عشان ده اول قانون عندك في المنهج. تعال نعمله لك يلا، لان ده اول قانون عندك، هتحتفل انت بقى الوقت ده اول قانون عندك في المنهج. اي بتساوي ايه؟ انت بتقول كمية الكهربية المرة عبر مقطع موصل في ثانية واحدة. طب ايه رأيك نقسم كل الكهربية على كل الزمن، هيديك ايه؟ هيديني كمية الكهربية في الثانية الواحدة. كمية الكهربية كيو كوانتم، كيو على الزمن اللي انت عارفه من اولى ثانوي تي. فاصبح اول قانون عندك في المنهج الاي بتساوي كيو على تي. وحدة القياس تعال نستنتجها، تعال نطلع واحدة من هنا مستنتجة، تعال نطلع واحدة هنا مستنتجة، تعال نستنتج واحدة. كمية الكهربية تقدر بايه؟ ما انا لسه قايل لك كولوم، كولوم. والزمن ما انا قايل لك ثانية، يبقى كولوم على الثانية، سي على اس. طب الكولوم على الثانية بيكافئ ايه؟ قال لك بيكافئ وحدة اسمها امبير، وهنرمز لها بالرمز ايه. يبقى تعالى وانت نراجع، شدة التيار اي بتساوي كيو على تي، وحدة القياس كولوم على الثانية اللي هي امبير. انت ما عادش بيجي لك راس السؤال بيقول لك اذكر وحدات تكافئ كذا، بس ممكن تجي لك في جملة اختيار كولوم على الثانية يكافئ، يكافئ ايه؟ يكافئ الامبير. طيب ايه هو الجهاز المستخدم في قياس شدة التيار؟ الراجل لما بيخش عندك البيت يقول لك الكهرباء عندك ضعيفة، التكييف مش راضي يقوم، بيسحب الكهرباء. فيجي يقول لك انا عاوز اقيس لك الكهرباء، فيقيس لك الكهرباء بالامبير. يعني يجيب اميتر وهو جاي يديله امبيرات، يبقى الاميتر هو الجهاز المستخدم في قياس شدة التيار، وهنرمز له بالرمز ايه. ويوصل في الدوائر الكهربية على التوالي. يبقى انت دلوقتي انا وانت ممكن نلعب لعبة، ايه رأيك اجيب لك لمبة هتبقى عايز تنور، هتقول لي دي لمبة عايز اخليها تضاء، تقول لي عايز مصدر، خلاص هجيب لك مصدر تيار مستمر. لسه فاكر ده القطب الموجب وده القطب السالب،
الطيار هيمشي من الموجه بيمشي يمشي ينور اللمبه دي ويقفل خلاص ماشي. عاوز اقيس شده التيار احط اميتر على التوالي، ادي الاميتر تعالى نحط هنا اميتر خلاص اهو تعالى عايزين نحط الاميتر خلاص هنحط هنا الاميتر على التوالي الموجب مع الموجب والسالب مع السالب كده الاميتر على التوالي. طب انت عايز تخليها تتحكم في الفتح والغلق، يبقى انت كل اللي انت محتاجه محتاج مفتاح للفتح والايه للفتح والغلق، بقى ده معاك مفتاح ودي بطارية كمصدر للتيار وده اميتر وده مصباح كهربي، دي دايرة بسيطة خالص تقفل تفتح عشان تشغل اللي قدامك ده. طيب نلم يعني ايه شدة التيار؟ كمية الكهربية المرة عبر مقطع موصل في ثانية واحدة. انت عايز تعريف في حاجة؟ لا مش عايز في حاجة، مفيش تعريفات بتيجي في الامتحان. ما انت عايز تحفظه ليه؟ عشان تطلع منه القانون كمية الكهربية على زمن كيو على تي. طب وحدة القياس كولوم على الثانية وساعات تكافئ الامبير. طب ايه الجهاز المستخدم في القياس؟ جهاز اسمه الاميتر يوصل على التوالي، ودي شكل الدايرة اللي متصل فيها اميتر على التوالي، الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. بقول لك يا ابو المساتير اللي انت كاتبه ده سهل قوي مش هيجي في الامتحان. ما احنا هنعقدها لك شوية، هكلكح حالك شوية. يعني يا استاذ ده ممكن يجي لي في الامتحان؟ طول بالك. هو لو حب يخنقك هيخنقك بكمية الكهربية يا راجل، كيو دي او تي دي. خلينا الاول نخنقك بكمية الكهربية. يعني ايه كمية كهربية يا باشا؟ هي من اسمها كمية كهربية يعني شوية كهربية، وانت قلت ان الكهربية عبارة عن الكترونات في الصفحة اللي فات. طبعا انت عايز ايه بقى؟ كمية الكهربية كيو دي بتساوي ايه؟ قالك بتساوي ان ده في الفيزياء نمبر، اختصار كلمة نمبر يعني عدد الكترونات مضروبة في ده عبارة عن شحنة الكترون، وشحنة الالكترون ده مقدار ثابت 1 × 10⁻¹⁹ كولوم. بالراحة عشان توت يا باشا، براحتك. أنا الوقت حفظتك القانون، أنت حفظته. أي بتساوي كيو على تي، كمية الكهربية على الزمن. المشاكل اللي هتواجهك دي ممكن يعمل لك فيها مشكلة ودي ممكن يعمل لك فيها مشكلة. طيب كمية الكهربية مشكلتها إيه؟ إنها لها قانون، إنها بتساوي إن في إي. الإي مش مشكلة، الإي مقدار ثابت خلاص أنت هتحفظه، هو كده كده هيديهولك حتى في المسألة. 1 × 10⁻¹⁹ مقدار ثابت. طب إيه عدد الإلكترونات؟ عدد الالكترونات هيبقى عندك او مطلوب منك، فتبقى الاي بتساوي ان في اي على تي. يبقى الاي بقى بتساوي كيو على تي، لما جيت افك كيو فكيتها ايه؟ خليتها ان في على تي. طب بص كده، تيار شدته 5 ملي امبير يمر عبر مقطع موصل خلال 10 ثواني، احسب عدد الالكترونات. هتشتغل ازاي؟ سجلها بقى يلا في دماغك، دي اول مسألة فيزياء تاخدها السنة دي. تيار شدته 5 ملي امبير، يبقى الاي بتساوي 5 ملي، هحولها هضرب في 10³ عشان احولها امبير. مستر انا ناسي التحويلات، حالا افكرك بيها، حالا افكرك بيها وخليك معلم وانت بتعرف تعمل. طيب ماشي، خلال 10 ثواني تبقى التي بتساوي 10 ثواني. انت عايز تجيب ايه؟ عاوز اجيب عدد الالكترونات، يعني الان مجهول. يلا بص على القانون، اي بتساوي ان في اي على تي. انت عاوز الان، يبقى الان بتساوي ايه؟ اي في تي على اي، تبقى الان بتساوي اي في تي على اي، تبقى الان بتساوي شدة التيار عندك بكام؟ 5 × 10³ في الزمن عندك بكام؟ الزمن عندك ب10، يبقى 10 ثواني. شحنة الالكترون 1 × 10⁻¹⁹. طب استنى عشان اسجل، قول
انت بتحذرني دلوقتي بتقول لي القانون اللي انت قلت عليه اللي انا قلنا لك عليه انه بسيط ده واتريقنا عليه انه بسيط كيو على تي لما يتكلكع هيخليني اجيب الان هيخليك تجيب الان. لا بس انا برضو ما اتكيفتش. يعني ايه؟ يعني دي برضو سهل. تعال صعبها لك. هتصعبها لي ازاي؟ بالزمن ده. انه يربط لك الزمن ده بحاجة انت واخدها السنة اللي فاتت اسمها الزمن الدوري. تعال اجيب لك واحدة بالشكل اللي قدامك دوت. بس قبل ما اقلب انت حفظت اي بتساوي ايه؟ كيو على تي فيك كيو. ان في اي على تي ان بتعبر عن ايه؟ نمبر عدد الالكترونات. طب والايه مقدار ثابت ما تشغلش بالك. تعال نشوف المسألة اللي انا عاوز اجيبها لك. صعبة شوية على ان الاي حفظت مليني. يلا كيو على تي او ان في اي على تي. تعال اجيب لك بقى اكزامبل صعب شوية. المثال اللي قدامك ده انا جايب لك عشان لما يعقدك في ده في التي الزمن. طب اقرا اللي انت كاتبه طبقا لنموذج بور. فاكر بور بتاع السنه اللي فاتت بتاع الكيمياء؟ ذره هيدروجين بيدور حوالي الكترون في مسار دائري نص قطره، يبقى الار بتساوي 53 من 100. دي ايه؟ انجستروم. هتحولها ازاي؟ 10 اس سالب 10 متر. مستر انت نسيت ايه؟ مش انت وعدتني انك انت تفكرني بالتحويلات؟ تعالى يا عيني من عيني اهو تعالى شوف. اول تحويله سنتي سي ملي ام سمول ميكرو ميو نانو ان بيكو بي. ما كتبتش الانجستروم يا مستر اصبر. ملي ميكرو نانو بيكو مضاعفات الثلاثة. يعني اما تيجي تحول تضرب في مضاعفات الثلاثة عشان ما تنساش. 10 أس سالب 3، 10 أس سالب 6، 10 أس سالب 9، 10 أس سالب 12. حفظتهم؟ سمع. ملي ميكرو نانو بيكو مضاعفات الثلاثة. سالب 3 سالب 6 سالب 9 سالب 12. سالب 3 سالب 6 سالب 9 سالب 12. طيب السنتي السنتي ب 10 اس سالب 2 عشان تروح للوحده الاساسيه سمع. ملي نانو ميكرو بيكو مضاعفات الثلاثه. سنتي ب 10 اس سالب 2. طيب عايز ارجع. انت مش صغير بقى عشان ترجع نفس الاس بس باشاره معاكسه. 10 اس 2 ارجع، 10 اس 3 ارجع، 10 اس 6 وهكذا. طيب استنى امسح لك دي عشان ما تضايقكش. تمام دي ميكرو هنضرب في 10 اس ماينس 6 ودي النانو 10 اس سالب 9. يخرج بره دول ايه؟ ادي واحده منهم اهي انجستروم. لان الانجستروم دي بادئه ملهاش دعوه بالطول بس، يعني مفيش حاجه اسمها انجستروم امبير زي دي، مفيش حاجه اسمها انجستروم فولت، لا لا الانجستروم دي خاصه بالطول، ودي بتتحول بالضرب في 10 اس سالب 10. طب ارجع اضرب في 10 اس 10. في واحده بقى بتاعت عمنا زويل فينتو ثانيه، لما تيجي تحولها لثانيه تضرب في 10 اس سالب 15. دي كل بادئات القياس اللي ممكن تقابلك. بس انت ممكن تقابل مضاعفات. دي تصغير دي مضاعفات. ايه المضاعفات؟ كيلو كي ميجا ام كابيتال جيجا جي كابيتال. كيلو 10 اس 3 ميجا 10 اس 6 جيجا 10 اس 9. دي التحويلات. تعال نرجع بقى لمسالتنا. في مسار دائري نص قطره دي الار حلو قوي 53 من 100 في 10 أس سالب أس سالب 6. يبقى الأر بتساوي 53 من 100 في 10 أس سالب 10 متر. بسرعة تبقى الفي بتساوي 2.2 من 10 في 10 أس 6. أستاذ هي ديت هتوصلنا لشدة التيار؟ مش ممكن يا باشا. ليه بس يا عم؟ الراجل قال لك طبقا لنموذج بور لذره الهيدروجين
كان في الكترون بيدور بالزيتوجين يدور الكترون في مسار دائري. خلاص كده انت جبت الان بكم الكترون؟ بواحد. طب ما دام جبت الان كده انت جبت مين؟ الكيو. الكيو بتساوي ايه؟ ان في ايه؟ فتساوي 1.6 × 10^10 اس سالب 19 كولوم. كده انا جبت الكيو. طب يا باشا انت مش هتعرف تجيب التي، عيب عليك، ده زمن. طب الزمن بيساوي ايه؟ اي زمن في الدنيا يا باشا بيساوي المسافة مقسومة على السرعة في. بس انا بحبش اكتب السرعة في لان في فرق جهد هيجي فيه فما لخبطكش. فانا همسح، انا همسح، هشيل الايه الفي ديت، خلاص هخليها لك سرعة بس. يبقى المسافة التي بتساوي المسافة مقسومة على الايه؟ مقسومة على السرعة، المسافة على السرعة. طب يا باشا ما انا ما عنديش مسافة. ايوه بس الراجل كان بيقول لك بيدور في مسار دائري، فيبقى عبارة عن محيط الدايرة 2 π r على السرعة. خلاص انت جبت الزمن، جبت الزمن 2 × 3/14 في نص القطر عندك بكام؟ انا محوله لك 53/10 أس سالب 10 مقسوم على السرعة بكام؟ ب2.2 × 10^10 أس 6 فتطلع الزمن مقدر بالثانية. بقى معاك ايه يا معلم؟ بقى معايا تي، بقى معاك كمان كيو، فتبقى الاي بتساوي كيو على تي، والمسألة بتاعتك خلصت. مش قوي. ايه اللي مش قوي؟ ما انا لسه ما خدتش حاجة صعبة قوي. طب استنى بس افتكر الاساس، الاي كانت بتساوي ايه؟ كيو على تي. صعبتلك شوية فكيت لك الكيو ان في ايه، تعبتك شوية، تعبتك بالزمن فجبت لك الزمن باسمة المسافة على السرعة. تعال تعبك كمان شوية. ايه بقى كمان شوية؟ السنة اللي فاتت في سنة تانية انت خدت حاجة اسمها التردد اللي انت كنت بترمز لها بالرمز ده نيو. احنا السنة دي هنسمي التردد حاجة من الاثنين، يا اما نيو يا اما ايه تسميه الفريكوانسي يعني التردد. طب انت فاكر العلاقة بين التردد والزمن الدوري؟ اه باشا ده كان مقلوب. كانت مقلوب. تعال نعمل مسألة. المسألة بتقول انك انت عندك طيار كهربي كان تردده 200، كان التردد بتاعه 200 هرتز. خلاص؟ والطيار الكهربي ده كانت الشحنة الكهربية اللي شايلها كانت عبارة عن 5000 كولوم. تعرف تجيب لي شدة التيار؟ تقول لي خلاص الاي بتساوي كيو على تي، الكيو اهي بكام؟ الكيو ب5000. طب والزمن الدوري؟ الزمن زمن دوري مقلوب التردد 1/200، فتطلع ب5/1000 ثانية. رحت جبت التيار، اي بتساوي كيو على تي. يبقى انا النهارده شرحت لك ايه؟ النهاردة انا جبتك اول حاجة قلت لك ان ده فصل التيار الكهربي وده اصعب فصل في المنهج. شرحت لك يعني ايه تيار كهربي، ازاي تجيب تيار كهربي، ازاي تجيب مادة توصل التيار الكهربي، ازاي تمشي التيار من قطب الموجب لقطب السالب. بعد كده رحت عملت لك ايه؟ رحت قلت لك على خواص التيار الكهربي، قلت لك 4 خواص هيخلصوا الدرس الاولاني: شد التيار، فرق الجهد، المقاومة الكهربية، القدرة الكهربية. شرحت لك عن شدة التيار، تعريف، قانون، وحدة قياس، الجهاز المستخدم، ازاي تفك كمية الكهربية، واديتك مثال. بعد كده رحت فكرتك بالتحويلات بتاعت وحدات القياس اللي انت كنت ناسيها، هي قدامك هي. بعد كده صعبت لك الموضوع شوية بالنسبة للزمن باسمة المسافة على السرعة. رجعت صعبت لك شوية، فكرتك ان التردد هيجي من مقلوب الزمن الدوري. ان شاء الله المرة الجاية ادي لك فرق الجهد والمقاومة الكهربية. ارجو انك تكون فهمت. انت مش محتاج انك تقعد تحفظ حاجة، انت محتاج الوقت تروح تفتح الكتاب اللي احنا هنشتغل منه، احنا هنخلصه كله، ان انا شايفه احسن كتاب للفيزياء في السوق وكتاب الامتحان، وتقعد تحل الاسئلة اللي على الفقرة بتاعت شدة التيار. والمرة الجاية ان شاء الله قبل ما اشرح لك فرق الجهد اطلع لك الاسئلة الصعبة اللي فيه، احلها معاك وراجع لك كمان عليه، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية.